الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة التجربة الجميلة. كما عودتكم دائما ندير معكم الجديد. كما كتشوفوا هذه أناناسة شريتها من السوق، الثمن ديالها 20 درهم للوحدة. كاينين أنواع كثير ديال الأناناس، كاين الأناناس ديال الطيارة هذاك راه داير 70 درهم للكيلو، كاين الأناناس اللي ديال الباطو اللي كيجي من الدول الشرقية والدول الغربية، هادو كيديروا 60 درهم الكيلو، ولكن هذه خديتها بالوحده 20 درهم كما كتشوفوا. وطبعا غنتشارك معكم دابا كيفاش كنقطع الاناناس. كتشوفوا موجودين مقطعين، كيتباعوا الطرف بجوج دراهم. السيد كيباع الطرف، قلت ليه شحال الاناناس؟ قال لي 20 درهم. قلت ليه كيفاش كتقطعها؟ شفتها وقررت نشارك معكم الطريقه. شوفوا معايا مزيان، كيما كتشوف معايا كنوجدوا السكين، والسكين يكون ماضي، وطبيعه الحال القرطه اللي غادي نقطعوا فيها ممكن تقطعوها فوق من هذا البياس، ولكن نقطع القرطه سهله التقطع ديالها. كنقطعوا هذا الجنب هذا، وكنقطعوا الجنب الاخر، صافي كنحيدو هاد الطروف هادو اللي كتشوفو. من بعد كنقطعها هكا، نقطع على النص كما كتشوفو معايا، كنشدو هذا ونقطعو بحال هكا. هاد المخصو اللي كتشوفو كيتباع بجوج دراهم، وكما كتشوفو هنا النص شحال عطاتنا المخصو، 1 2 3 4 5 6 7 8 الثلث العشر، حتى كاين واحد المخصو درتهم كبار هانتي بحال هادو، مزال نقطعهم هادو، مزال نقطعهم هادا، تخرجك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 المخصوات وجوج دراهم المخصو، هي 20 درهم، نص عطاتك 20 درهم. يعني حنا شيناها ب 20 درهم بعناها الطروفه عير واحد، تخرج لك 20 درهم رابحه. صافي من بعد كنحيدو هذه، صافي كنجبدو المخصة. صافي نبقاو نستمروا نحيدهم كامل ان شاء الله، نخلي لك حتى ما عجبك شي حاجه حيدهم، وضعهم نيت فارغ مزيان. هادي غا نص وحده، دابا كتخلي المخصو بحال هكا، ناخدو المخصو بحال هكا، كيتباع هاد المخصوات بحال كيتباع بجوج دراهم. هاد المخصو كيما كشفت نص أناناسة خرجتني 20 درهم، 20 درهم غادي النص لاخر وحنا رابحين. واللي بغا يدير هاد المشروع هذا في الصيف مثلا، يشري أناناس ويقطعها هكا ويفرقها على الناس اللي كيتبردوا في الشاطئ، بجوج دراهم راه رابح فيها. والتقطيع راه وريتكم، تقطيع راه ساهل جدا وفي المتناول كما كتشوف، وصناص راه تبارك الله راه طايب وماشي قاصح، راه هشيش
حشيش هانت يا سلام. غنجرب معكم واحد القطعة شوفوا هشيش شوفوا معي شوف معي هشيش البلاصه حلو 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 ندموش عليها ندموش عليها البنات راه حلو حلو ما تستفيش العويدات وسط منهم هذا شنو غندير شويه دار لينا هو بالعويدات لا حتى هو كيبيع ويشري حنا بغينا نديرو ديكور ودرنا حنايا مثلا طبق ديال الفواكه المتعدد والبنات هذا شوف شحال عطاتنا الاناناسه كامله عطاتنا تبارك الله 20 قطعه بهذا الحجم هذا تبارك الله 20 قطعه بهذا الحجم ولا درنا جوج دراهم شحال تخرج لينا تخرج 40 درهم الاناناسه يعني ربحنا شيناها ب 20 وربحنا 20 ومبرده وماشي ما فيهاش الضياع كلشي غتجي ساهله هذوك جوج دراهم ومبرد وغيبقى زيديني وكلشي هذا مشروع زوين هذه اولا وثانيا الانسان كي ما كيبقاش يدخل الاناناس للدار يقول لك راه غالي راه ما غاليش والفوائد ديالو كثيره غدخلوه للدار و20 درهم ما بقاش غالي البنات كما كتشوفوا كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم تنساونيش في اللايكات وجيم وبارطاج يعني بزاف من المشاهدين ما بقاش كيشوفوا القناه ديالتي لان ما بقاش كندير فيديوهات كثار لظروف ولكن الا لقيت شي حاجه جديده كنبغي نبارطاجيها معك كنبغيش التكرار نفس الموضوع ندير كل مره ندير فيه كنبغي الحاجه اللي بات ليا مزيده جديده كنبغي ان شاء الله نشاركها معكم ان شاء الله عندي واحد المحتوى جديد في الطريق كنتمنى انك تشجعوني عليه وان شاء الله يعجبكم هذا المحتوى وان شاء الله المحتويات الاخرى ان شاء الله ما تنسونيش البنات اللايكات والجيم والبارطاج الى لقاء فيديو قادم ان شاء الله.